ام شرب الدخان كيف المسلم يشرب دخان؟ الان الكفار ينظر اليكم يقول كيف هؤلاء يأمر بعدم الإسراف وهم يسرفوا في استخدام في شرب الدخان. هل تحب أن أولادك يشربوا الدخان؟ تحب؟ لا. وأيضا الملائكة لا تقرب منك عندما تشرب الدخان. ادعو الله ان الله يعافيك من الدخان. قل امين. امين يا رب العالمين. تقول يا رب عافني من الدخان ومن كل محرم.